أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلقى النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين سيقول الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ini yang terakhir untuk niat pribadi masing-masing, nak ya. Serius, khusyuk, tawadu, sesuaikan keinginan kalian biar kita bungkuskan jadi satu. Thumma khususan ala hadhihi niyatina wa hajatina. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد أقرأت على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ناجيهم الله فهي إلى الأرقان فهم
مؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار
فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وَاتَّخَذُوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نمتن على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون نعمره ننكسه في الحق أفلا يأكلون وما
علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهجرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو هسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أجمعين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق إلى مغاربها وخصوصا على نياتنا وحاجاتنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد لا إله
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تعاهدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
نسألك رحمة للعالمين يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الألي الكبير الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخصي المبديع المعيد المؤي المميت الحي القيوم الواجد المجيد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف المالك المنقذ الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف اللهم اصرف عنا السوء وعن الهاجرين والغائبين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأس والسوء بما شئت وكيف شئت يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو سألنا الله سيجعلنا من أهل الله ويقبلنا يا هو ونختم بالصلاة بهدى على مختاره الأهدى لا إله إلا الله محمد رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الزائرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وزيانة عرسك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أكثر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها ونهي عليها نموت عليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة أجيب السائلين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا محل من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله هدية منا إلى روحهم اجتمعناها هنا بالسباب وتلون القرآن العظيم من أجله وأنت الذي أعلى وأعلم باسمه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشائهنا
ولآثات ذاتنا ولمن غدرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفككا لهم من النار وهتابا لهم من النار وإبقا لهم من النار يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أهينا بالإيمان وعمدنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنكونن من الخاسرين. رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا طيبا حلالا مباركا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا والله.